أما هيفا فقررت ترجع للتمثيل السنة دي في رمضان بعد ما غابت رمضان اللي فات، وكانت أخبار كتيرة أكدت بأنها مش هتكون موجودة في الموسم ده، خصوصا بعد ما اعتذرت عن مسلسل أوقات خطر. بس إيتي بالعربي بيكشف لكم عن تفاصيل عودتها. مسلسل وفيلم وألبوم في 2017. مصادر إيتي بالعربي أكدت أن المسلسل الجديد لهيفاء وهبي هيكون في رمضان 2017، وهيكون من إنتاج شركة MGR ممدوح شاهين. المسلسل دراما اجتماعية، والاسم المؤقت لي هو بعد النهاية، وهيشاركها في البطولة كريم فهمي، والنص كتبه فداء الشندويلي. أما الإخراج فما تمش الاتفاق على اسم مخرج لسه، لكن أول يوم تصوير هيكون في 22 فبراير. هيفاء كمان هترجع للسينما بعد 3 سنين بعد آخر أفلامها حلاوة روح بفيلم جديد من إنتاج محمد السبكي، بس لسه ما تأكدش اسم البطل اللي معاها. أما الإخراج فهيكون لمحمد سامي، والمرة دي الفيلم هيكون كوميدي، واختاروا له اسم مؤقت اللي هو ثانية واحدة. وفي احتمال إن هيفاء تغني أغنية في الفيلم اللي هيتصور أول جزء منه قريب، والتصوير هيوقف لحد ما تخلص هيفاء والفنانين المشاركين في الفيلم تصوير مسلسلات رمضان. أما في الغنى فألبوم هيفاء بقى جاهز، وهتنزله في آخر شهر مارس، واللي بيضم أغاني متنوعة. أما المفاجأة اللي اتكلمت عنها هيفاء في بوست على إنستجرام، فإيتي بيكشف لكم إنها أغنية سينجل رومانسية لفالنتاين يوم 14 فبراير، واسمها قولها بحبك، من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع شريف مكاوي. والأغنية دي هتسمعوا مقطع منها أولاً في إيتي بالعربي قبل ما تنزل حصرياً على أنغامي.